السلام عليكم. هنعمل الشنطة المدورة مع بعض بطريقة سهلة جدا، فإن شاء الله تكون سهلة على المبتدئين وأكيد على المحترفين. هي سهلة طبعا. أنا عاملة وش لوحدي، هعمل معاكم الوش التاني دلوقتي. لكن الخامات اللي هحتاجها، هحتاج خيط كريم سوبر لوك، وهحتاج حلقات، دي حلقات سهلة الفتح. هحتاج سلسلة وإبرة رقم 8، هحتاج إبرة تنظيف عشان أقفل بيها الشنطة. تمام، نبدأ بقى مع بعض. نبدأ بقى مع بعض الشنطة. أول حاجة طبعا هنعمل دايرة سحرية. تعمليها واحدة أو تعمليها اتنين براحتك، أنا علمتكم مرة ازاي بعمل الدايرة السحرية باتنين. نشتغل جواها 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5، ودي الستة. هنقفلها في أول غرزة زي برضو ما علمتك قبل كده. بقفل في الحلقة الخلفية، نشد بقى الدايرة السحرية، نقفلها كويس. تمام، بعد كده هنشتغل في كل غرزة 2 حشو. هنخش في البي ونشتغل 2 حشو، 1 2، بعد كده نخش في تاني غرزة ونعمل 2 حشو، 1 2. الغرزة التالتة 1 2. الغرزة الرابعة 1 2. الغرزة الخامسة 1 2. آخر غرزة نخش في الوي برضو 1، وفي التانية هنقفل في الحلقة الخلفية بتاعت أول غرزة. طبعا انت لو بتتلخبطي هتحطي فاصل في أول غرزة عشان تبقي عارفة البداية بتاعت شغلك. كده أنا عملت تزايد في كل غرزة، اشتغلت 2 حشو. السطر التالت هنشتغل برضو في كل غرزة 2 حشو، يعني برضو هنعمل تزايد في كل غرزة. تمام، نخش في غرزة الفي 1 2، 1 2. جوه كل غرزة حشو 2 حشو. أنا الخيط بتاعي رفيع، سمكته رفيعة مش تخينة، عشان ده هيفرق معانا في عدد السطور اللي هنتزايد فيها. هعرفك برضو واحدة واحدة. جوه كل غرزة 2.
اخر ورزة نشتغل برضو فيها 2 و1، وفي التانية هنقفل في الحلقة الخلفية بتاعت اول ورزة في السطر كده. اوريكوا طاية في القفلة تاني ببطء عشان تبقوا بس واخدين بالكم. بندخل كده ونسحب الخيط، ما بنخرجش على طول، لا بنخش في الحلقة الخلفية بتاعت اول غرزة ونقفل فيها. تمام، انا في تقديد بالدايرة السحرية عملت جواها 6 غرز حشو، اشتغلت سطرين بتزايد مستمر فوق كل جوه كل غرزة حشو وغرزتين حشو. تمام، السطر الرابع هنعمل جوه كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس، يعني مفهوش تزايد خالص. السطر ده هنشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس من غير أي تزايد. أهم حاجة نخش في الغرزة كويس، يعني تبقي شايفة انك داخلة من جوه ومن بره في الفي نفسها. جوه كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس لحد آخر السطر، ما عندناش تزايد في السطر ده خالص. هنكمل لحد اخر السطر جوه كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس من غير اي تزايد، وارجع لكم تاني. خلصت السطر الرابع وقعت معاكم في اخر غرزة عشان اوريكم برضو بنقفلها ازاي عشان اللي ما خدش باله. اهي هنخش في الحلقة الخلفية بتاعت اول غرزة في السطر ونقفل. تمام كده عندي 24 غرزة. هنشتغل بقى، هنعمل تزايد في غرزة وغرزة من غير تزايد. 1 2 وبعد كده غرزة من غير تزايد، وبعد كده تزايد، غرزة من غير تزايد، وغرزة بتزايد لحد آخر السطر، غرزة بتزايد، غرزة من غير تزايد، غرزة بتزايد. يبقى السطر الخامس انا بعمل غرزة بتزايد وغرزة من غير تزايد لحد اخر السطر، ما بغيرش خالص. هخلص السطر وارجع لكم تاني. خلصت السطر ورجعت لكم في اخر غرزة عشان نقفلها سوا. برضو في الحلقة الخلفية في أول غرزة في السطر، السطر رقم 6 هيكون من غير أي تزييد، يعني هنشتغل جوه كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس. 1 2 3 مبعملش أي تزييد، بشتغل جوه كل غرزة حشو واحدة في كل غرزة، يعني بدخل كل غرزة واعمل فيها غرزة حشو واحدة بس، ما عنديش تزايد خالص السطر الرقم 6. تمام خلص السطر وارجع لكم تاني. انا خلصت السطر رقم 6 ورجعت لكم اخر غرزة. نقفل في الحلقة الخلفية بتاعت اول غرزة في السطر. السطر السابع هنعمل تزايد في أول غرزة، بعد كده هنعمل غرزة من غير تزايد، وغرزة كمان من غير تزايد، بعد كده تزايد في الغرزة الثالثة، يعني بشتغل غرزة في تزايد وغرزتين من غير تزايد. تمام 1 2 وبعد كده تزايد. السطر رقم 7 بنعمل تزايد غرزتين من غير تزايد، تزايد لحد اخر السطر. هنكمل بنفس الطريقة، انا تزايد في غرزة وغرزتين من غير تزايد. هخلص السطر وارجع لكم تاني. خلصت السطر وقفلت،
السطر التامن هنشتغل جوه كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس من غير أي تزايد. واحد، اتنين، تلاتة، نعمل كمان غرزتين، أربعة، خمسة. أهم حاجة تركزي في العدد عشان يطلع الوشين قد بعض. لو حاسة انك هتتلخبطي اشتغلي سطر سطر في كل وش عشان يطلع في الآخر قد بعض وما يبقاش فيه وش أكبر من وش، وأكيد الشنطة كده مش هتكون مظبوطة. وتأكدي ان سماكة الخيط برضو واحدة عشان ساعات بيكون في نفس البكرة الخيط من السمك واحد فبيطلع وش معوج ووش مظبوط ما بيطلعوش قد بعض. يبقى لف الخيط الأول قبل ما تشتغلي وشوفي ان هو كله سماكة واحدة قبل ما تشتغلي عشان ما تشتغليش وتتعبي على الفاضي، لانه معروف ان الخيط المصري مش سماكة واحدة خالص وبيبقى سمكه مختلف جدا، فانت تأكدي من السمك واهم حاجة العدد عشان الوشين يطلعوا قد بعض. تمام، هنكمل السطر التامن كله فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة وارجع لكم تاني. خلصت السطر التامن اشتغلت فيه جوه كل غرزة حشو غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس من غير اي تزايد. في الطبيعي لو انا الخيط بتاعي سمكته تخينة بيكون كده خلاص كتر الشنطة بالنسبة لي انتهى، وبشتغل 3 سطور بقى من غير تزايد وبفنش الشنطة يعني. بس انا عشان الخيط سمكه رفيع هعمل كمان سطر بتزايد. بس طبعا لو الخيط تخين وانتي شفتي ان حجم القطر بتاعها مناسب خلاص اقفلي الشنطة على كده. انا هوريكي طبعا بقفل الشنطة ازاي. تمام، بس بعد ما اعمل سطر التزايد ده. سطر التزايد بقى التاسع بنشتغل غرزتين واشتغل من غير تزايد في 3 غرز متتاليين. واحد، اتنين، تلاتة، وفي الغرزة الرابعة بعمل تزايد. يبقى بعمل تزايد في غرزة وثلاث غرز من غير تزايد لحد آخر السطر. واحد، اتنين، تلاتة، وفي رابع غرزة هعمل تزايد لحد آخر السطر بنفس الطريقة. غرزة في تزايد، 3 غرز من غير تزايد، بعد كده غرزة في تزايد لحد آخر السطر وهرجع لكم تاني. خلصت السطر التاسع وقفلت. السطر التاسع كنا بنعمل فيه تزايد في غرزة وثلاث غرز من غير تزايد وبعد كده تزايد في الغرزة الرابعة، هنكمله لحد آخر السطر بكده. السطر العاشر بقى هنشتغل من غير تزايد جوه كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس، وكده هكون انا خلصت كتر الشنطة بتاعي. تمام، هنشتغل جوه كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس لحد اخر السطر. ما عنديش خلاص اي تزايد في الشنطة كده، انا خلصت التزايدات عندي جوه كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس لحد اخر السطر. هخلصه ونشتغل 3 سطور برضو من غير تزايد كده. واحد، اتنين، تلاتة، وارجع لكم تاني. يعني انا هشتغل من غيركم 4 سطور من غير اي تزايد وهرجع لكم تاني. انا خلصت 4 سطور حشو من غير اي تزايد، هوريكم بقى بعد ما خلصت ال4 سطور بنعمل ايه عشان نقفل الشنطة. بشتغل سطر منزلقة كده في الحلقتين. ده بعد اخر 4 سطور حشو من غير تزايد. سطر منزلقة كشكل للشنطة يعني. تمام، هنكمل كل السطر كده منزلقة لحد اخر غرزة.
الاتنين ده بيبقى شكل كده، بيدي شكل حلو يعني للشنطة. خلاص انا قربت اخلص اخر ورزتين، واحد اثنين، هقص بقى خيط طلع عندي وصلة فيه. الخيط ده طبعا اللي كنت هقفل بيه الشنطة، مش مشكلة، هنقص عادي ونقفل الوش وبعد كده ناخد خيط عشان نخيط بيه الوشين في بعض. نسحب الخيط كده، نسحبه جوه في الشنطة من أول وردة برضو في السطر هنسحبه. بالطريقة دي نسحبه لجوه. ننضف بقى الشنطة بإبرة مكرمية، هنقفل الخيط اللي احنا عملناه في البداية بتاع الدايرة السحرية، هنقفله كده في برزة من جوه. تأمين للشغل يعني عشان ما يفكش ولا أي حاجة. بعد كده ندخل في كام غرزة ونسحبه كده، بنقص نص. برضو الخيط اللي احنا قطعناه اللي هو بتاع اخر الشغل برضو هندخله كده. نقفله برضو بغرزة من جوه وننضف. ممكن تنضفي عادي بإبرة التنظيف بس أنا بستسهل الإبرة بتاعت الأكراس. تمام، ونقص بقى في المقص برضو زيادة كده. بقى أنا مش باقي غير خطوة إن أنا أركب الوشين على بعض. تمام، بس قبل ما أركب الوشين أنا هركب الفادي بتاعي، بركبه كده في نص الوش الدايرة السحرية يعني. عشان اركبه بحتاج لإبرة التنظيف بتاعتي اللي هي المعدن، إبرة خياطة معدن، وخيط قطن بقى. لو عندك نفس اللون ماشي، ما عندكيش نفس اللون اعملي بقى بأقرب حاجة للشنطة، لو غامقة اسود فاتحة لون هويتر كده يعني. انا هخيط بخيط اسود عشان مش عندي زيتي. لضمتها وهربطها كده من ورا، عقدة كده. تمام، خيطت محلة، هي ما جاتش مظبوطة فهعيدها من تاني. هنثبتها كده
ونطلع برضو من الناحية التانية كده من جنبها. ونقفل الخيط ونقص بس كده. بدل الخيط اللي اتقطع اللي كنت هخيط بيه الوشين في بعض، انا لضمت حتة خيط جوه الشنطة وهبدأ اقفل بقى معاكم.